السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا مع أخونا سمير البشري ومعانا شو اسمك أنت؟ هذا زياد. كيف شغلنا رمضان حر؟ الحمد لله كويس. زراعة كويس؟ كويس الحمد لله. كويس 100%. بنقالي ترى بنقلاديش زراعة كثير ما شاء الله. أيوة. ومزارع يجي بطن ما يجي زراعة على طول. سبحان الله. تصور معك سمير. خلي كذا واسك. الله يعطيكم العافية. اليوم أنا مع أخونا سمير البشري. طبعا احنا ما بنفحص الأبيض اللي موجودة عنده. وأقول مو بس سمير، سمير كل واحد عنده أرض يا أخي لازرعها. العيون والأمطار والأبيار بدل ما تروح تحجب وتروح لمحطات التحلية فكوها للناس، خلوا الناس تزرع. لما تعدل المناخ زادت الأمطار بحول الله تعالى، رجعت الموية وسار البلد فيها خير. فأنا أي مزارع أبيار كثيرة، في شيء أفضل وفعاليات من الأبيار التوفية أفضل من الأبيار السطحية. واحد يخلي 3 متر وأنا مروح عند 5000 أو 6000 وأجي عليه فيها بعد 3 أو 4 شهور ويرجع ثمانية. هترجع مالحة يوم يومين بس بعد كده ترجع حلوة زي ما كانت، لأنه هي سطحية أخويا سمير تسحب الأوساخ اللي موجودة سطحية. الأسيد عمره ما يقبل الموية. صادق. إيه. الرمان. إيه. فمنتجنا ما هو أسيد عشان تكون المعلومة. لا واضح من الفيديوهات اللي على اليوتيوب ولا شاطة. فاعل. الأسيد ما يتفاعل مع الموية. شوف الموية شايفها أنا فيها غبش. هذا توقع إنه فيها نقص. واحد نصية. عندنا نقص مستوى البي بي إم. هذا يقولون تحت التي دي إس. شوف مستوى السولت اللي هو مكتوب ملح 9% من مثلا قطرة المويه الواحدة من الدرو. هنشوف مستوى البي بي ام، هذا البي دي 12 تمام، هذا البي دي، هذا البي دي 11. جاب اللي يبغى حل، ما خسر سمير اللي يبغى حل. يعني ما حد البلد لو كان في وقت لو كان عارف خد فوق 20 25 تقريبا. واشكل مصير 20 25 مصير الحديد. مصير الحديد ايه لانه ما يقبل جوي بعد 100
البنيوت وفصلت على المقاول. قلت له كيف انت ليش ما ركبت له لي؟ شوف احنا بعد الان مستوى البيتش 6.4 هنا اقول لك المويه لا فيها مشكله لانه مديه على حموضه مع سيديه حتمشي معك بعد الوقت. المركب حقنا يسحب 10 سنوات على 10 سنوات يدوب بيجي اعتدال الملوحة 5-4,500 صالحة للاستخدام الزراعي. أنا يا سمير اختصرت لك المعادلة هذه كلها في 48 ساعة بس. يعني أنا أصب المركب ينزل تحت يدوب الأملاح هذه المتحجرة الكلسية اللي تحت بدل ما أنت تقعد تسحب كل يوم. هذه خلاص في 48 ساعة يدوب لك الأملاح كلها ويطلع لك إياه برا البيت. نشرح لأخواننا المشاهدين. الملح يكون هذا البير. انت بركب غطاسك فوق قاع البير في املاح مترسبة تحت حجار تمام راحت الموية جات موية جديدة الملح وين باقي مترسب تحت يخف طبق القشرة اللي فوق يملح لك الموية لانه في قاع البير صح. لازم انت تستخرج الاملاح دي الموجودة تحت حكلها دي نسبة النجاح التجربة عندك انا عندي بير 24,000 خسفته الى 7,000 تمام مو دحين تقريبا سنة 7,000 اعطيته كورس ثاني خصفته له 3,500 قال له 6 شهور شغال اموري طيب يعني جربت على بير سطح طبعا 3 متر و4 متر رباك اما يكون جوفي هذه المويه غير صالحه ما في شرب مويه تمام يعني غير صالحه للاستخدام الادمي كم ساعة بعدين اوقف فيه؟ ما شاء الله 24 ساعة 24 ساعة ما شاء الله معناته لازم تفضل ساعة تسحب طول تمام؟ أو تشوف لك كورس المركب حقنا تخفض الملوحة إلى النص 7,000 ممكن أمورك تكون ماشية شوية شوية تخفف لك عملية جهد السحب حق الموية تمام؟ يبقى حتى الآن فوق ال 12